نعطيو الكالندريي ديال الوداد في الماتشات اللي بقاو. 24 جورني دونك كاين الكلاسيكو امام فريق الجيش الملكي. الوداد اللي مستقبله الوداد من بعد ذلك غادي تمشي للملعب الباشير باش تواجه فريق شباب محمديه في الجوله 25، ثم الوداد غيستقبل فريق المغرب التطواني في الجوله 26، غيمشي لاكادير باش يواجه فريق حسنيه اكادير. الجوله 28 غيستقبل فريق اولمبيك اسفي، الجوله 29 غيستقبل شباب الرياضي السوانم، والجوله 30 غيرحل فاس باش يواجه فريق المغرب الفاسي. دونك هذا هو الكالندريي ديال الفريق الوداد الرياضي. جمال اش بالك في الكالندريي ديال الوداد؟ هو غير هو الايجابي بالنسبه للوداد عمليا بحال غيخرجوا يعني باستثناء المقابله الاخيره اللي غادا تكون مع المغرب الفاسي، عندهم خرجه واحده لاكادير محمديه قريبه ثالثة ثانوي مستوى التنقل حسبت هي بحال تقريبا يعني ولكن مقابلة صعيبة لأن المحمدية مهددين. من أصعب أنك تبقى لي أصعب مباراة تكون يد الحسنية يعني تكون في الدورة يعني 27. واش يعني نقدر نقوله أقل حدة من المباراة المتبقية الجيش ممكن يعني إلى حد ما يعني أقل، ولكن خصوصا أنه في الوقت اللي يعني فريق الجيش الملكي غادي يعني وكاين حتى الفرق اللي غتلعبوا معاها بجوج بحال الماس بحال السوالم يعني هادو غيلعبوا معاهم يعني بجوج لا للجيش لا فريق الوداد كنظن. ولكن كيبقى انا بالنسبه لي كيبقى اقل يعني حده من المصاري من المباريات اللي باقا لفريق الجيش الملكي. زهير كيقول لنا الواك عندها جوج ديال الماتشات اللي شويه صعاب اليوم الحسنيه والاولمبيك اسفي، ما عرفتش الراي ديالك حسن. صحيح انا نفس كان ان شاء الله خويا جمال نفس الراي، كنظن ان المباراه القويه والحاسمه امام فريق الوداد الرياضي هي المباراه ديال الكلاسيكو. الى حسم المباراه ديال الكلاسيكو ممكن انه الباركور يديروا في مستوى، كنظن كما قال لك باقى لي مباريات مع انديه اللي هي ضمنات البقاء ديالها، وست على مستوى سلم الترتيب كتلقاه في اماكن وسط الترتيب. كنظن المباراه ديال شباب محمديه المغرب التطواني كما قال المباراه اللي ممكن انه يدير لي مشاكل هي المباراه ديال حسنيه اكادير. اسفي حتى هي ممكن ان دير لي مشكل لان كتلعب على مراتب اللي تخولها تلعب على منافسات القاريه. السوالم الاداء الجيد سيغتو مع بوشعي مباركي ممكن انه توا يلقى مشاكل. الماس للمستوى ديالها اللي صراحه ما كيليقش بالمستوى والقيمه ديال فريق المغرب الفاسي حتى المستوى ديالها والفتره اللي كيمر بها كنعتبر انا الباركور ديال على الورق الباركور ديال الوداد اسهل من الباركور ديال الجيش الملكي. تحكى شاطر الراي ديال جمال وديال حسن. لا سي فري عنده غريموندر علاش دابور كاين هاد المقابله الكلاسيكو اللي خصها تربح لان صعيبه بزاف. من بعد راه حنا شفنا اسفي راه حرجت الفرق الكبار. اسفي دايره اون سيزون كبيره دونك المقابله ضدها غتكون مقابله صعيبه. مقابلة ديال أكادير مقابلة صعيبة، وكيبقاو مقابلة ديال البريستيج هذوك الماس واخا ولا السوالم واخا في وضعية مريحة ولكن كاين سيغتان بريستيج. لا كنظن سي فري كو عندو غريمواندر الوداد عنده أربعة الفرق لداخل أربعة الماتشات لداخل وثلاثة للخارج كيف قال جمال دوك ثلاثة واحد فيهم في المحمدية الكرون كازابلانكا دونك بقات غير ديبلاسمون لفاس وديبلاسمون لأكادير. ولكن خص يعني هذاك 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 لو سبريت فينال جو سيكو مثلا انا لعباد الوداد عندهم ديك التجربه ديال البلاصه الاولى اللي دوى عليها حسن قبيله وعنده الحق. داك الضغط ملي كتكون برومي خص تكون عندك تكون عندك الظهر ليه تعرف تبرك في ديك البلاصه ديال البرومي وما تكونش مضغوط لان شي شويه ماشي هذيك. دونك الدراري عندهم هاد التجربه هادي وعندهم هذاك لو سبرينت فينال دونك هادو جوج حويجات اللي يقدروا يعاونهم. ولكن ثق بيا شوف في هاد البطوله راه ما غادا تسالي حتى لاخر جوله. انا متيقا بها اخر جوله ولا 29 اخر جوله ولا الدوره 29 اخر جوله زعما 30 زعما واش 30 ولا 30 قلت 30 انا تنظن لان داكشي قريب و المقابلات صعاب. انا كنقول حتى الكلاسيكو ما غيحسمش لاكو اللي هو تخسر فيه وما غيحسمش من غير تعادل الواحد يخسر فيه وما غيحسمش لان غادي تبقى 18 نقطه و 18 نقطه راه الخير والبركه. اكزاكتومون نعم الشيء الجميل هو غيبقى التشويق حتى لاخر جوله سيغتو ان
هذا المنعرج كتغلب فيه التجربه والخبره، ففريق الوداد الرياضي واللاعبين ديالو اللي في السنوات الاخيره دائما كتلقاهم لاعبين على الشامبيونز ليغ على البطوله، عندهم الثقافه ديال الالقاب والثقافه ديال السرعه النهائيه في حسم الالقاب. كنظن حتى الخبره والتجربه الكبيره ديال فريق الوداد الرياضي ممكن انها تلعب الى جانب فريق، بالعكس ان على المستوى الفني ففريق الجيش الملكي قدم موسم مثالي، موسم رائع على مستوى الاداء، على مستوى الاداء الجماعي ولا الفردي، شفنا توهج ديال عده لاعبين وقدموا لنا موسم اللي هو كبير. تكلموا على سليم، تكلموا على 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 ايغامان، تكلموا على حريمات، على حريمات حمودان، الى جانب بورغيتس دراج، دراج لاعبين اللي قدموا مستوى كبير. كنظن ان واش ممكن ان التجربه اللي تحسم لهم هاد الامطار الاخيره. نعم، حنا غادي نتبعوا الصراع على اللقب، حاولنا نقربوكم من الكالندريه ديال الفرق بزوج، غادي نهضروا على الكالندريه ديال الفرق اللي واحد عابي الاخر في هاد النقاط. تبان لك مثلا واحد الماتشات يبان لك دابا صعيب، يقدر يبقى صعيب من بعد، تقدر هذاك اللي يعني اللي علاش، لان طبعا الانديه اللي غتلعب معاهم واش الانديه باقا في لاكورس ديال البقاء. خاطر بحال مثلا فتح هضر على الماتش ديال الوداد مع اولمبيك اسفي، هذا الماتش ما يتلعب حتى الجوله 28 دونك غادي تكون لا غادي تشوف اولمبيك اسفي في ديك البلاصه، واش غادي تكون في لا ثوازيام بلاص ولا غادي تكون باقا في لا ثوازيام بلاص على لي بلاص افضل لا ثوازيام بلاص. لا حتى الانديه غتلعب معاهم مثلا مثلا غتلعب مع نادي واش ضمن البقاء ديالو ولا ما ضمنوش، واش لاشا يعني صافي استسلم يعني هذا تو كيأثر على المقابلات. انت فزايد حسابات كثيره كتدخل في العمليه ديال هذه المباريات، هذه وضعيه الفريق واش معني مقابله ولا ما معنيش بها، واش اللعابه محفزين، واش كاين اغراءات ايضا، لان هذا دايزه في كره تحفيز دايزه فريق ويحفز لاعبين فريق اخر دايزه، هذه ماشي اشكال اللي ما دايزهش هي تعطيه باش يخسر، ولكن باش تحفزو راه دايزه. فمجموعه من الامور كتداخل في العمليه، وبالتالي اللي زوين هو انه التشويق ويبقى الاثاره حتى للدورات. انا كنشوف الدوره 29 انا اللقب ما عرفتش اللقب تبان لي غيتحسم الجوله حتى على مستوى اسفل الترتيب اختي دنيا. التشويق غيبقى حتى لاخر جوله، وشكرا اتحاد طنجه اللي عطاونا التشويق ورجعوا الفرقه اللي كان كلشي كيقول لنا صافي راه نزلت اليوم كترجع وعندها نفس عدد نقاط اولمبيك خريبكه اللي هي فريق اتحاد طنجه.